بطبيعة الحال الزيارة لواشنطن كتجي في إطار التباحث بشكل مستمر بين المغرب والولايات المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية اللي كيصدر عليها جلالة الملك محمد السادس والرئيس بايدن. كانت مناسبة للتباحث حول هذه الشراكة في مختلف جوانبها، وكانت كذلك مناسبة للحديث حول مجموعة من القضايا الإقليمية المرتبطة بشمال إفريقيا بمنطقة الساحل أو في منطقة الشرق الأوسط. وجلالة الملك كان دائما كيأكد على أن الشراكة مع الولايات المتحدة هي شراكة مهمة، ولكن كيخصها دائما أن يتطور المضمون ديالها، أن يتأقلم مع السياقات المتطورة، وأن يكون هاد الشراكة تكون دائما متوازنة وكتحمي المصالح الاستراتيجية للطرفين. كانت مناسبة كما شفتوا باش يتم التأكيد فيها على الدور المحوري للمغرب ولجلالة الملك في استقرار الإقليمي، سواء في منطقة الشمال إفريقيا والشرق الأوسط أو في إفريقيا بشكل عام. وكذلك المساهمة المهمة للمملكة المغربية ولجلالة الملك في البحث عن حلول للمشاكل الإقليمية الموجودة في هاتين المنطقتين. الزيارة كذلك كانت مناسبة لتأكيد الموقف الأمريكي من قضية الصحراء المغربية، وخاصة دعم مبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل لهذا النزاع الإقليمي. وهذا كيجي في إطار هذه الدينامية الإيجابية المتواصلة، سواء من قبل القوى العظمى وأعضاء مجلس الأمن، سواء من قبل الدول اللي عندها معرفة كبيرة بهذا الملف في أوروبا، في إفريقيا، في العالم العربي، واللي كلها كتمشي في اتجاه ديال أن حل واحد ممكن هو حل في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي اللي قدمها المغرب في 2007.